مشاهدي جريدة صوت العدالة، اليوم نتواجد بمدينة إنزكان وبالضبط في هذه القاعة المتعددة الاستعمالات. الحدث هو حملة دفء لإيواء الأشخاص في وضعية تشرد بشراكة مع جمعية رابطة الخير وجماعة إنزكان. العملية ستنطلق بعد لحظات وتهم شوارع مدينة إنزكان. غنحيد دابا هاد الحالات ومن بعد غادي ندوزو دوك الحالات اللي رفضوهم رجال السلطة في الرمل حدا الكاداستر، ومن بعد منهم راه واحد عاون السلطة في حي ديال الجرف راه كاين واحد الحالة حدا المستشفى ديال إنزكان، المهم ما بين إنزكان والجرف اللي كدا كنتخدم. يالله نسالي دابا هادي ان شاء الله نكمل هادي زباس عليكم. احمد عديدي قسم عمل اجتماعي بعماره إنزكان يتملل. هذه الحمله اليوم كتجي مباشره بعد مجموعه من الاجتماعات اللي كيداروا على مستوى عماله إنزكان يتملل بتنسيق من السلطه الاقليميه، ومتفرع منها الاجتماعات على المستوى المحلي من طرف السلطات المحليه وباقي الشركاء. حنا اليوم كتجي هذه الحمله هذه في اطار الحملات الدفء السنويه اللي كتشهدها عملت إنزكان يتملل، للهدف منها هي هو إيواء المشردين والأشخاص في الشارع العام من الإيواء ديالهم من الموجات البرد اللي كتعرفها بلادنا هاد الأيام. والحملة كتهم الانطلاقة اليوم في عملة في جماعة إنزكان اللي غتوسع غدا إن شاء الله القلعة ومن بعد التشيرة ويتملل يعني جميع مناطق جماعة إنزكان. وكما كتعرفوا جميعا أن هذه الحملة هذه كتقوم بها جمعية شركة اللي هي جمعية رابطة الخير اللي هي مشهود لها بالعمل الميداني في هذه الفئة هذه. ومن خلال هذه الجمعية هذه كنقوموا بجمع الأشخاص في الوضعية الشارع الى مقر الى مركز اللي غتشوفوا معنا من بعد، اللي هو عباره على 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 مكان اللي هو من هذا الدفء هذا اللي مجهز بجميع المتطلبات اللي غتخص الاشخاص في الوضعيه الشارع من ماكل ومشرب ونظافه وتطبيب وغير ذلك. وكما كتعرفوا ايضا انه بالموازاه مع هذه الحمله هذه الاشخاص اللي مختلين عقليا راه كنوجهوهم لمستشفيات الامراض العقليه، والجمعية كتكفل سواء بالأشخاص المتخلى عنهم الأشخاص المختلين عقليا أو اللي كاينين في الشارع العام، كتكفل لهم بالصحة ديالهم وبالمأكل ديالهم والمشرب ديالهم طيلة فترة هاد الموجة هادي ديال البرد. بسم الله الرحمن الرحيم. ابراهيم النجار رئيس جمعية رابطة الخير لرعاية الأشخاص في وضعية صعبة. حنا الآن كنتواجدوا في المحطة الطرقية لمدينة إنزكان في إطار الحملة ديال الدفء اللي كتنظمها وزارة الداخلية بشراكة مع جماعة إنزكان، مندوبية التعاون الوطني، مندوبية وزارة الصحة وجميع المحسنين. كيف ما قلت أنه الحملة ديال كتهم الأشخاص في وضعية الشارع اللي كتوفر لهم المبيت والاستحمام على هذا الشق ديال غير شنو هما الخدمات اللي كتخدموا. كنوفروا لهم في اطار هذه الحمله كنوفروا لهم المبيت يعني خلال الموجه ديال البرد من ماكل ومشرب والاستحمام والملابس كاملهم، يعني كيف ما قلت صافي هذا هو اللي كان تقريبا ديال الاشخاص تقريبا كيستافد في اطار هذه الحمله كامله مده 3 شهور حتى 4 شهور كيستافد زياد من 200 شخص يعني اللي كيدوزوا في هذه المرحله كامله بناء على معطيات اللي ديال هذه 4 سنوات اللي فاتوا، حيت هذه ماشي اول مره كدار الحمله يعني الموسم الخامس اللي كدار. شنو هي الدعوه ديالكم للفاعلين يعني الفاعلين الجمعويين ولا المؤسسات ولا الاشخاص الذاتيين في هذا الاطار؟ في اطار الدعوه ديالنا انه كندعو جميع يعني مؤسسات الدستوريه وجميع المحسنين وجميع الفاعلين الجمعويين انه نديروا يد في يد من اجل محاربه هذه الدائره، وبالاخص في مدينه إنزكان اللي كتعرف هذه الدائره بواحد الشكل كبير بزاف، وبالاخص دائره المختلين العقليين حتى هي كتعرف واحد الدائره كبيره اللي عطات واحد الصبغه يعني يعني واحد الانتشار كبير بخصوص هذه الظاهره. انا من بلاد اسفيك تربيع مشرف كمامات نتيني تنترزق والله ما نطلبو ما نسعو تنبيعو هادشي الله يجعل بركه ما نشربو ما نكميو بخير
الحمد لله. يعني الظروف لقيتي راسك في المدينه؟ تنترزق والله فيها البلاد السعيده. كتروح كتنعس صافي انا تما هادشي كاين والحمد لله. كي جاتك هاد المبادره هاد الناس قالوا لكم ايوا؟ الله يجازيهم بخير، الله يجازيهم بخير. قال لك تبات وهادو في الصباح سيشق على راسك وجيبات هنا، الله يجازيهم بخير في هاد النهار، الله يسهل عليهم. كي دايره الحياه؟ و... الليل والنهار. البلد صعيبه شويه، صعيبه. لا يطيح فيها شي واحد شي في هذيك البلاصه البرد، فهمتيني؟ والحمد لله من جاو هاد الناس نجو نباتوا في الصباح، مشيو يترزق بلادهم يترزق حلالا، اللهم لك الحمد بخير.